للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي وعضو الجمعية الدولية لعلم النفس الإيجابي. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك معنا. في البداية يمكن هاخد من هذه الكلمة علم النفس الإيجابي، وهل هذه الكلمة بتعني اكتساب سلوكيات جديدة أو نحن نشتغل على سلوكيات جديدة من خلال هذه الأزمة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا هو فعلا احنا محتاجين دلوقتي نركز على السلوكيات الإيجابية، لأن مضاهاة أو مجابهة هذا الفيروس مش المفروض إن هي تكون بالتباعد الاجتماعي بقدر ما نحولها للتباعد الجسدي. يعني لو بصينا كده لمجموعة كبيرة من دول العالم ابتدت دلوقتي في رفع الحظر التدريجي علشان خاطر تراهن على وعي المواطن بشكل فردي، وزي ما حصل عندنا هنا في مصر إن الدولة قدمت كتير من الإجراءات الاحترازية وكتير من الناس متابعة إيه اللي بيحصل، ولكن المسؤولية الفردية هي أساس أي مسؤولية مجتمعية ممكن تتم. بناء علينا لما بنيجي نشوف سلوكيات الافراد هنلاقي اللي بيحكمهم مجموعه من الافكار للاسف بتتلخص في شويه اخطاء تفكير، زي التهويل مثلا، حاجه اسمها الماكسمايزيشن، ان الناس تفتكر ان الاصابه بالفيروس هي نهايه العالم وان ارتفاع عدد الاصابات هو اخر حاجه ممكن نقف عليها. على المقابل هتلاقي خطا اسوا من اخطاء التفكير اسمه مينيمايزيشن، التهوين، ان لا مفيش حاجه وان المصريين صحتهم كويسه واحنا نقدر نعدي اي ازمه زي ما عديناها قبل كده. خطا ثالث برضو من اهم الاخطاء اللي بتحكم سلوكيات الناس اسمه الماجنيفيكيشن او التضخيم، ان احنا نضخم جدا من الحدث بما يقلل من فرص ان استمرار عجله الانتاج، وده اللي بياثر على الاقتصاد سواء اقتصاد الفرد او اقتصاد المجتمع وبالتالي اقتصاد الدوله نفسه، اللي ما اعتقدش ان هو ممكن يتحمل اكثر من ده في ظل وجود عدد من الاجراءات تم اتخاذها فيما مضى. التوصيات اللي ممكن تكون قدمتها كتير من المؤسسات زي الجمعيه الدوليه لعلم النفس الايجابي ان احنا نحول التباعد الاجتماعي الى تباعد جسدي. ما نقدرش ان احنا نسميها مسافه اجتماعيه في ظل ان مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه دلوقتي بتسمح لكل البعاد ان هم يبقوا قريبين، لكن نقدر نقول ان هو تباعد جسدي، ان مش شرط خالص ان عشان اقابل حد لازم ابوسه 4 بوسات، ولو كانوا 3 بس يبقى انا مش كويس ومش بحبه الحب الكافي. شرط ان انا لما لازم اقابل حد انه يكون على مقربه مني اقل من 100 سنتيمتر اللي هو متر كامل. مش شرط خالص ان عشان اكون بطلع مشاعر الحب والامتنان للناس اللي حواليا ان انا اخلطهم في استخدام ادواتهم الشخصيه. اعتقد ان اصابه المجتمع كله بهذه الجائحه هتعلمنا بعض السلوكيات الايجابيه. طيب. اللي منها اتفضلي. انا طبعا فهمت كل حضرتك قلته، كلام مهم جدا. اسمح لي اقف قليلا عند كلمه التهوين اللي حضرتك قلتها، لانه الحقيقه انه مع خطه التعايش مع فيروس كورونا وعوده الحياه بشكل تدريجي لطبيعتها مش في مصر بس لكن في كل العالم، واحنا بنرى انه في بعض الناس بيستخدموا او يعني الاغلب او الغالبيه من الناس بيستخدموا وسائل الوقاية، الكمامات، المطهرات طول الوقت، بيقوموا فعلا بالتباعد الجسدي زي ما حضرتك وصفته، وبنلاقي انه في بعض الناس اللي عندهم هذه المشكلة، مشكلة التهوين، بيسخروا منهم، بيتريقوا عليهم، احيانا بتصل السخرية بدرجة كبيرة، وده طبعا لقلة الوعي. ازاي ممكن نتصرف في مواقف زي دي؟ ازاي ممكن يتعامل الشخص اللي ملتزم بهذه الإجراءات الوقائية مع شخص أشخاص آخرين بيسخروا منه لمجرد أنهم عندهم تهوين أو مش مدركين خطورة الأمر؟ شوفي، خليني أقول لحضرتك على حاجة، أن الأويرنس أو الوعي اللي احنا بنراهن عليه عند مستوى معين هو كله مرتبط مش بمستوى ثقافي ولا بمستوى تعليمي ولا بمستوى اجتماعي، ولكنه مرتبط بحاجة اسمها السيلف استيم اللي هو التقدير الشخصي، أنك بتلاقي حد ممكن يكون تعليمه متوسط أو مش متعلم خالص إلا أنه عنده قدر عالي من إدراك هذه الأزمة. المقصود بالبرسبشن هنا أني بلاش أستخف جدا بالنقاط اللي ممكن تكون هتحول الأزمة لأزمة أكبر، بلاش أتريق على أن واحد بياخد إجراءاته الاحترازية ولابس كمامته ومستخدم مطهراته، واللي هنلاقيه أنه هو بيستخف كده ننصح الناس بأنها توجه له النصيحة بشكل مباشر، وإن لم يستجيب تتجنبه تماما، تتجنب أن هي تبقى على اختلاط مباشر بيه حماية لنفسها، تتجنب ان هي تبقى على استجابه لكل التريقه بتاعته حمايه لسلوكها، تتجنب ان هي تديله مساحه من الاهتمام علشان خاطر نميت الباطل بالسكوت عنه. التركيز على بعض اخطاء التفكير زي الناس اللي بتهون من الازمه
هي بتأذي نفسها، مش بس بتأذي نفسها، بتأذي طيب. غيرها كمان. دكتور، يمكن أحب أستغل وجود حضرتك معانا في إنه يعني أزمة هذه الجائحة مستمرة، وهي بحيان إن هي بقالها فترة ولسه ما حدش عارف هتنتهي إمتى، وحتى الآن المعلومات اللي بتصلنا من خلال الأبحاث العلمية أو العلماء هي معلومات قليلة إلى حد ما. إلى جانب التداعيات الاقتصادية وكل الأمور الأخرى اللي ليها علاقة بالفيروس، في تداعيات نفسية كبيرة ويمكن أثرت على الناس بدرجات متفاوتة. هذه التداعيات النفسية كان لها أثر كبير في سلوكيات الأشخاص، يعني بالتأكيد حضرتك بتقرأ وبتسمع عن كثرة المشاحنات يعني الزوجية مثلا، كثرة الاختلافات بين الناس، يعني هذه الأمور كان في ضغط. يعني إزاي ممكن نحول هذه الجائحة لسلوكيات إيجابية؟ يمكن ده اللي حضرتك بدأت كلام فيه، لكن إزاي فعليا نقدر نحولها لسلوكيات إيجابية ونستغل هذا الوقت وهذه المساحة في حاجات إيجابية مش في حاجات تضغط على نفسيتنا أكتر؟ سؤال حضرتك ده سؤال قيم جدا وبيعكس يعني قدر عالي من الوعي في طرحه. خليني اقول لحضرتك ان هو بيحمل شقين. الشق الاول هو انخفاض مستوى المناعه النفسيه عند الناس. المناعه النفسيه هي المقصود بيها بعض الناس ابتدى يظهر عندهم درجه عاليه من التوتر، مستوى عالي من القلق، بعض المزاج الاكتئابي، شويه من اضطرابات النوم وشويه من اضطرابات الاكل. يمكن في برنامج انا كنت عامله، برنامج يعني برنامج علاج اسمه المناعه النفسيه وحمايه الذات، اللي هو سايكولوجيكال اميونيتي اند سيلف بروتكشن. المقصود منه انك ما تحسش بالضغط اللي قلل مستوى المناعه عند بعض الناس لما فحصناهم، ان هو حاسس انه محبوس غصب عنه، حاسس ان هو متقيد طول الوقت، لا انت مش هتنزل بعد الساعه كذا، لا انت هتفضل موجود في البيت لغايه اللي قلل المناعه. حضرتك تقصد النفسيه ولا لها علاقه بالمناعه ايضا الجسديه؟ يعني المناعه النفسيه لما بتقل المناعه الجسديه بالتالي بتقل، لان الجسد هو مراه النفس، وحاله الانسان النفسيه بتنعكس بشكل واضح وصريح على حالته الجسديه. نعم. اللي قلل مستوى المناعه النفسيه عند بعض الناس بشكل مبدئي ان هم حسوا ان الامر ده مغصوبين عليه. يعني كثير من الناس لما كنت تسمعيهم قبل الازمه كان يقول لك احنا مش لاقيين وقت نقعد في بيوتنا، مش لاقيين وقت ان احنا نقعد مع نفسنا، نفسي اقرا الكتاب ده وما عنديش وقت، ايه المانع ان احنا نشتغل من البيت زي الدول المتقدمه، ايه المشكله ان احنا يبقى بنرجع بيتنا الساعه 8 ونقعد مع اولادنا. طيب حصلت الازمه وكل اللي كنت بتحلم بيه وبتتمناه وبتنادي بيه حصل فعلا. متضايق منه ليه؟ متضايق منه لانه مش هو اللي اختاره، لانه هو حاسس انه اتفرض عليه، وطالما حاسس انه اتفرض عليه مش بيقبله، بالعكس ده بيبدا يحاربه، يبدا يهاجمه، يفكر ان هو يخترق ساعات الحظر. ده بعض الناس طبعا، هنا بنستخدم من البعضيه يعني مش كل الناس. لوحظ برضو خلال الفتره اللي فاتت ان، والتقرير ده لم يتم رصده في مصر ولكن تم رصده مثلا في نيويورك، لان هناك اقسام البوليس بتقدر تحصر عدد الخلافات الزوجيه، فاكتشفوا ان عدد الخلافات الزوجيه في وقت الحظر زاد لثلاث اضعاف. طيب زاد ليه لثلاث اضعاف؟ لان هو متخيل او مبرمج دماغه ان انا قاعد دلوقتي غصب عني، وهي شايفه ان هو برضو قاعد في البيت غصب عنها. فكل واحد شايف ان هو مضطر لاتمام هذا الامر والمفروض يستحمل الطرف الثاني. هذه البرمجه الخاطئه بتشكل مجموعه من التشوهات المعرفيه تخلي الانسان مش مستحمل كلمه من الثاني، واقف له على الغلطه، بيكبر اللي هو بيعمله، بيقف معاه في مشاكل اكبر. وده يخلينا كلنا استجاباتنا الانفعاليه اسرع وسرعه استثارتنا اكبر، وده اللي حضرتك سالت عنه بسبب ارتفاع نسبه الخلافات الزوجيه او المشاحنات الاجتماعيه. ولكن لو بصينا للامر بمنظور ايجابي هتلاقي ان جائحه كورونا هي من الحاجات الايجابيه جدا اللي ربنا من علينا فيها في الفتره الاخيره. ادركنا من خلال هذه الجائحه ان مفيش حاجه مستمره، وان اي حاجه مهما زادت هي قابله للزوال في لحظه. أدركنا من خلال هذه الجائحة إن مفيش أجبرك من حياة الإنسان ولا أكثر من إن هو يحافظ عليه. والأهم يا دكتور كمان الوقت، أدركنا أهمية عمل الوقت، ويمكن في ناس كتير قدرت إنها تستغل الوقت اللي هي يعني موجودة فيه وقدرت إنها تنجز أشياء كثيرة، ويعني يا ريت الناس كلها تعمل ده. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، عضو الجمعية الدولية لعلم النفس الإيجابي.